من منة الله تبارك وتعالى أن هذا قلب أخينا أوريليان مونونو من الكاميرون أن هداه الله جل وعلا إلى الإسلام، وصار اسمه من الآن عبد الرزاق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره وأن يصلح باله وأن يثبته على الحق الذي هداه إليه، وأن يجعله من الصالحين، وأن يمن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وقد رغب أخونا عبد الرزاق في أن يأتي بالشهادتين أمام إخوانه من المسلمين، فأسأل الله رب العالمين أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن نسمع منه. نسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. قل ردد: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا إلا الله. إلا الله. وأشهد أشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم.